ازيك؟ اهلا يا حبيبي. اهلا، الف مبروك على الدهري. الله يبارك فيك. تستاهلوه الحقيقه. ربنا يخليك. وعاوزين دايما كده نسمع عنك كل خير. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ده كابتن عادل. ازاي احوالك؟ الحمد لله على السلامه. كان سنه 81. اه فاكر 81 كنا فين؟ اه امال ايه. والاخوه كان معايا مين في النادي بتاع الشرق؟ احنا كنا معانا كابتن، كنت انا وانت وكابتن سامي مدرب كره اليد. وعزمي. وكابتن عزمي مجاهد. وامال ايه، وحسام البدراوي. يعني كنا مجموعه الحقيقه بصريه جميله. ويمكن تسمح لي يا كابتن ياكن برضك، يمكن الناس ما تعرفش انت كنت ماسك ايه. يمكن في نادي الشرق لما رحت كنت انت موجود وكان ماسك قطاع النشئين. انت العموم عاوز اقول على حاجه استاذ عزت عشان الناس مش عارفاها. القياده والعمل الاداري هو العامل الاساسي وراء نجاح الالعاب، واخد بالك؟ تمام. فاحنا يعني الحقيقه برضك يعني عاوز اقول احنا بنشتغل في نادي غريب، ويكون معانا واحد زي عزت ابو الروس، راجل يعني عسكري وراجل يعرف الضبط والربط ويعرف النظام، فده بيساعد المدربين على انها تعرف تشوف شغلها، خصوصا ان احنا كنا يعني مجموعه، كنا زي عيله. بالظبط. فالحقيقه كانت المجموعه ومعاك كنا يعني كلنا انتجنا. الحمد لله. كلنا انتجنا في ظل، لان احنا كنا يعني عاوز اقول ايه، الزبل يعني المجموعه الاولى اللي راحت دوله الامارات اللي انا بعزها جدا الحقيقه. يعني عملنا حاجه، يعني عاوز اقول ان الرياضه برضك كان وراها مجموعه من المصريين، سواء كانت اداريه او كان مدربين الحقيقه، فكانت يعني حاجه كويسه. احنا لمسنا الموضوع ده لان احنا كنا في نادي كلنا بنحبه الحقيقه. دي انا كنت عاوز اكد عليها، انها كانت مجموعه الناس مجموعه الشرقة، يعني تحسهم من اخواتك او انه من عيلتك. بص انا سبت الامارات 88، لغايه النهارده بيكلموني وبيقولوا لي اداريين ولاعبين، انت واخد بالك؟ احنا لولا طبعا احنا كنا بنشوف بعض كل يوم وكنا ساكنين مع بعض. الهرم شقه في عماره واحده. وعماره واحده. وكانت يعني بيني وبينك يعني الغربه برضك كانت بتشد من الاخويه ومن الحب مع بعضينا. انت فاكر النادي لما كنت انا جينا وكان لسه بيتطور وكان هيتبني لسه؟ امال ايه، واتعمل واتعمل فيه بطولتين من البطولات الناجحه بتاعت الانديه الدول الانديه العربيه لمجلس التعاون. امال ايه، اتنظمت تمام 24 ايراد. كابتن عزت الناس هناك الحقيقه بيحبوك جدا. الحمد لله. ويعني ما فيش مناسبه حد بيكلمني الا لما بتيجي سيرتك. الحمد لله. لانك انت برضك